أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض وكنا بكل شيء عالمين حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم
ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء 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 بإذن ربها تدمر كل شيء بإذن ربها وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الريح العقيم الريح العقيم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ريحا صرصرا ريحا صرصرا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 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 والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وهو الذي يرسل الرياح يرسل الرياح يرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح يرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وأرسلنا الرياح لواقح 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 فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه 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 وما أنتم له بخازنين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 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 وكان الله على كل شيء مقتدرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح أرسل الرياح أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا
أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح 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 بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي يرسل الرياح الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا
والناشرات نشرا فالفارقات فرقا 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 فالملقيات ذكرا 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 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا 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 ثم لا تجدوا لكم وكيلا فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 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 ومنهم من أخذته الصيحة 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 ومنهم من خسفنا به الأرض 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 ومنهم من أغرقنا 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 وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يرسل عليكم حاصبا يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا 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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة 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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 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 طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة 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 خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة 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 فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة فلما ذاق الشجرة فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 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 وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الشجر ومن الشجر ومن الشجر ومما يعرشون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة إنها شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد 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 إذا حسد حاسد إذا حسد اللهم أبطل كل سحر هوائي 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 اللهم أبطل كل سحر يتأثر بالهواء يتأثر بالهواء يتأثر بالريح يتأثر بالريح يتأثر بالريح يتأثر بالريح يتأثر بالريح يتأثر بالريح اللهم أبطل واحرق كل سحر هوائي
اللهم أبطل كل سحر مرتبط بالريح مرتبط بالريح مرتبط بالريح. اللهم أبطل كل سحر معلق 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 على شجرة معلق على شجرة معلق على شجرة على شجرة في البيت شجرة في البيت شجرة في البيت. اللهم أبطل كل سحر في جناح الطير كل سحر في جناح الطير في جناح الطير في أقدام الطير في أقدام الطير في رأس الطير في رأس الطير كل سحر في طير كل سحر في طير كل سحر في طير. اللهم أبطل كل سحر معلق في البيت معلق في البيت معلق في البيت معلق في البيت معلق عند الباب معلق عند الباب معلق عند الباب معلق في المروحة معلق في المروحة معلق في المروحة. كل سحر في مكيف 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 السيارة في مكيف السيارة في مكيف السيارة في مكيف البيت كل سحر في مكيف البيت مكيف البيت مكيف البيت كل سحر في مكيف العمل في مكيف العمل في مكيف العمل. اللهم أبطل كل سحر هوائي اللهم أبطل كل سحر هوائي اللهم أحرق كل سحر هوائي اللهم أحرق كل سحر هوائي. اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.